هي دي معايا راجلي ونمشي بحالاتي صافي، ما كاين انا والو هذه فين كاين النقطه اخي الاشكال هذا. مروان، هذه النقطه راه من الصباح وكنت ناقش انا واختي فاطمه الزهراء، هذه النقطه اللي بقات فيا بالضبط. هذه النقطه نزار كذا العصا، والله سب ضرب والديه، تخاصم مع والديه، خسر عائلته، خسر البيبليك، ديما كيمسح في راسه شحال من حاجه. هي خافت لا تمشي لاكادير، قالت لك حيت عندها زعما شكايات ولا كذا. المهم خافت فاطمه الزهراء، حاولت تدخل باش نادا ما تمشيش كاع، ما تمشيش لاكادير، دير لها التزام ليغاليزي، تسيفطو لفاطمه الزهراء. فاطمه الزهراء شوف غتضيع وقتها، تخلي لاجونس ديالها في كازا وغتمشي تجيب نزار وتديه حتى للخميسات. قالت لها ما بقيتش بغيتو، وانا سمعت قلت لها ما بقيتش بغيتو، خليه يتعالج وما يتحملش مسؤوليته. يعني بحال هكا ما عجبنيش. حيت ناضوا بزاف الجهات اخويا محمد وبزاف الناس، ولا كيقول لك انا بحال كيقول لك انا نتبنى نزار، انا وي احنا دابا هنا كناديو فيه، لا يعني احنا من دابا الدنيا بغيتي تسمح ورا لي يا نزار مروان، اخويا محمد رقم بغيتي اشنو تبنى قالت لك الام الفرح. ديالو اختي فاطمه بامها؟ شوف الام ديالو قبيله قالت لي انا جيت نخرجه، وقالوا لها واش غتحملي مسؤوليتها الشريفه، هذه الام ديالو، فما بالك حيت يعني لان الام اختي فاطمه الزهراء، لان راه لا دوزيام فوا اللي غادي تخرجوا، راه فايت نعاس وخرجاته وتخاصمات مع الطبيبه، وعاوتاني الا خرجاته هذه المره الثانيه صافي ما عمرهم باقي، الا جابته اليوم ما غيشدوش وتحمل وهذيك مسؤوليته. الساعة ما كانش في السوشيال ميديا محمد، وديك الساعة ما كانش في السوشيال ميديا، كانت هجوم عائلي، ودابا انا داخل فيها المغرب كامل. دابا تخيلني بنادم ما عرفش الخبايا، ما عرفش اش كاين، كيقول لك لا تعمل الناس فيه اللي ما ولا كيفهموش كيقول لك ولكن انتوما يعرفوا ضمير ديتوه غيث، يقول لك خويا للسبيطار، مزيان انتوما غدا ديتوه نزار ولا للطبيب. بعد غدا ملي غيفيق غيقول لكم انتوما مع عائلتي كنشكركم حيت فيقتوني اديتوني الدواء، فهمتيني ولا لا؟ ما خليتونيش كيتنصب عليا وكيتعداو عليا وانا في دار غبلون مسحور ما عارفش اش كاين، فهمتي؟ يعني احنا دينا خونا باش يفيق، حيت كون ما كناش باغيين له الخير ما نديوش السبيطار. علاش نديو السبيطار؟ نديو احنا عرفنا نضرب الام ديالو ولا المهم بلا ما بغاش نبقى نسوى فيه. كاين واحد النوع بغينا نحط الفيديو، ما نحطش الفيديو، علاش نحط والله الفيديو باش ديال خويا؟ علاش؟ شوف انا البارح وداع وراني نبيل، شوف البارح بالليل وراني نبيل لانني كذبت وقلت له ما كاين حتى شي حاجه من داك الشيء، وراني وما صيفطش ليا، قال لي شوف وما غنصيفطش لك، ما ثقش هاتش فيا حتى ليكي انا، هاتش قلت ليكي له من الاحسن ما تصيفطش ليا هاتش الفيديو ليكي غير نشوف باش نتاكد. ولقيته في واحد الحاله اللي هي هاتش ليكي هيستيريا، شي هذاك الفيديو ديال سميث، حاله هيستيريا اخي، البارح كان يدير شي مصيبه. لا هي بس توضيح والله هاد يا اخي السيده. كانت غطيح روح، قسما بالله راكم ما تدخلتش عضو بلا ما قلتش، انا كانت غطيح روح قسما بالله ورب الكعبه والحمد لله، يعني الحمد دابا لله ماشي ربي بحالة خير وشرف طبيعية، عمرك البارح كان شي نزار ما يستاهل كانش بحالة والله طبيعية. احنا اللي بغينا نفهمه ان والله مراتو العظيم تملصت من المسؤولية ومغاس المسؤولية، قالت لك ما تهزش المسؤولية ما ديالي انا بغاتوش، ماشي ما باغاش ما باغاش، كتقول لك ما يمكنش نسمح امي وعائلتي على ود راجلي، هي إيه كتقولها بحال هكا والفوكالات راه كاينين، كتقول لك ما يمكنش نسمح امي وعائلتي على ود راجلي، وعلاش كتبكي؟ منين شي سمعتوه. ما باغاش علاش اقسم كتبكي بالله وكتبغي اقسم تسكت بالله علينا؟ مروان اقسم بالله انا ما دويت حتى سمعت، هذوك لي فوكال شنو بقى فيا الحال. ونزار شو شحال بودنك ضيع، شو بودنك شحال اخي ضيع، شوف محمد عرفتي شنو بقى فيا الحال. نزار شو شحال ضيع من حياته، شحال ضيع في راسه، شحال كلا ديال تفرقع على وجداته، مسكين شحال هو كلا ديال الضحية، الهوايج. شوف وفي الاخير طلع مسكين هو الضحية، هي طلع ما مسكين هو الضحية ضحية والله ضحية العظيم، طلع هو اللي ضحية بلا عقب هادشي كامل. ضحية ضحية وشوف اتحدى شي واحد جا شافه في سبيل الله ولا جا سول عليه ماله مسكين، قال لي دوا دوا في الفيديو فعل اشارات باش يتخلص على نهار خويا، قال لي دوا من غير الاخوان هذول اللي عندهم ضمير حي. بس البارح بس اخويا نهضر اللي بقى فيا البارح، الليل كامل، الكونطات ديالو واللي بقى فيا ما الحال جاوش عند البارح، البارح سولت كلا شوف اش بنادم عملت الليل واش مع نبيل حتى الصباح، بقيت فهمني؟ معاه حتى يعني انا الصباح، كندير معاه كنرغب الصايم فيه، كنرغب فيه، كنقول له عافاك اخويا نبيل، ديك السيده اللي حداكم تما دايره بها شكايه، هضر معاها وتحيد لها الشكايه وتجي وتصالحوا مع بعضياتكم وطفيوا هذا الغضب، باش حتى هي تجي ليبر، باش ملي الاخرى تصيفط لها حتى هي بان راه حيدت لها الشكايه. قال لي شوف حنا نحيدوا لها الشكايه ونرغبوا عليها السيده، اقسم بالله هادشي اللي كاين، باش بلا ما سميتو. والصباح عيطت ليكي لها والله العظيم. وجاوبتني وكتبت ليها باللي راني هضرت مع نبيل وهضرت مع مروان بانهم راه غيحيدوا لك هذاك الشيء وغيحاولوا يتساعدوا معك، وانما عيط ليا باش نهضر معاك، كنت باغي نقول لها على هذا الالتزام هذا باش تحاول تجيب راجلها ويكون داك الشيء قانوني، فهمتي؟ ما بغاتش تجاوبني، صافي يعني ماشي من بعد ما ماشي، بغاتش تجاوبني وهي يعني تعيط السيدة أخويا لفاطمه الزهراء. محمد ما عينهاش في راجلها، عاد السيدة نقول لك محمد والله ما عينها في راجلها، بغات ترضي البيبليك ديالها،
بغا هي بغا تبدا البيبليك ديالها تمثل عليهم بلي انا غتبقى فيا نزار سيجو. اما والله ما باغا لا باغا الله يعمين لو كانت باغا غير تصيفط غير التزام ياك عندك شكايات وخايفه من اكادير صيفط التزام وياك السيده قالت لك انا غنتكلف فهمتي قالت لك غنطلع نجيبو لك قانوني ولكن كيبقى على مسؤوليتك انت حيت ما يمكنش يصيفطوه لك دارهم ويبقى على مسؤوليه دارهم خصو يبقى على مسؤوليتك انت مروان نشرح له الالتزام شنو هو الالتزام هو ان تلتزم تعطيه الدواء في وقته ما تخلي ما تسبش عائلته وكذلك هما الطرف غير تلتزم معاه تيسبوها ماشي يعايروها صافي وغادي مشاكلهم يتحلوا بيناتهم هذا هو الالتزام مروان انا هي تملصت هي تملصت قالت لك ما نديش الالتزام هذه المسؤوليه ما تحملهاش يعني هذه السيده ما تحملش المسؤوليه يعني بغات تخلي الخطر يعني ما تعطيش دواء يعني اشنو باغيها وكتبكي البارح ان لا خصني لي ديني نمشي وعيطت لها كروبلك ترى السيده على هذه السيده كتهضر على هذه السيده كتهضر غتجي عندك وتديك ليا تديك ستوك بيك وتوصلك ولا ما تجيش كاع شفتي الانتصار سكاني شوف اخي مروان شوف بما ان الخميسات قريبه من الرباط اقسم بالله اللي شنو نعطي ميك خدام وعندي وليداتي خدام عليهم وكناكل غير من الخدمه ديالي انت عارفني ما والله يتعير فراسي والله يتعير فراسي يا محمد والله يتعير فراسي وقلت لي غتجي تجيبهم قلت لي انا نمشي نسوق بك انا نمشي نسوق بك تر اكادير ونمشي معاك نمشي نجيب نيزه انا نسوق بك خصك غير انا نقمر 3 ايام ولا 4 ايام من خدمتي ما غنتخلصش منها ونمشي ولكن اخاي ملي شفت البارح السيده كتبكي واليوم قالت لك انا ما بقيتش بغيته وما نتحملش مسؤوليته يعني ما عندهاش غرض به هذا الشيء اللي بان لي انا توضيح الالتزام ماشي حاجه يعني الالتزام كيبين بان كيبين على النيه حسنه على النيه حسنه بانها غادا نيه حسنه وغادا تصفي هذا هو الالتزام الالتزام ماشي حاجه الا غادي الا بغات راجلها بنيه حسنه وباحترام وكلو راه تكون عندنا نيه حسنه دير واحد الالتزام بان نعطي الدواء ديالو نعطيه